وصلنا مشاهدينا لآخر فقرة من البرنامج الصباحي، وبصرنا استضيف معي هلأ المخرج والمدرب شرب الألغاوي حتى نحكي أكثر عن حقوق النشر الرقمية. صباح الخير شربيل، وأهلا صباح وسهلا الخير، فيك. مرسي لكم على الاستضافة، مرسي لمريم تي في ونور سات. أهلا وسهلا فيك شربيل. بداية رح نحكي عن شربيل المدرب والمخرج، هيك بتعطينا شوي لمحة عن التدريب والإخراج. نعم، أنا 16 سنة تقريبا شغل كان بين الإخراج والإعلام والتدريب، جمعت فيهم كل شيء يخصه بالفن والصحافة والإعلام وبلورتهم، عملتهم مثل تدريب وعم بعلم كل شيء خاصه بالجرافيك ديزاين، بالمونتاج، بالتصوير، بالإخراج وبالإعلام وبالصحافة. تقريبا عم بعلم بحدود ال 25 اختصاص بالوقت الحالي، وبعدنا عم نطور تنقدر نعمل شبكة كبيرة فيها أكثر من مدرب، يعني تقدر نوصل لكل المناطق اللبنانية. هولي عم بتعلم يعني بمؤسسات تربوية أو أنت بت نعم، في مؤسسات أنا عم بعلم فيها أكيد كفريلانس، وأنا عندي الجلسات هي البرايفت مع الأشخاص يلي حابين يغيروا مهنتهم، بيتعلموا عندي بحدود الست شهور وبصير معهم مهنة تانية يقدروا يشتغلوا فيها، لأنه في كتير وظائف وقفت من بعد الكورونا والأزمة، اضطروا الناس يغيروا. صحيح شربيل، مثل ما عم نشوف كمان هلأ بالصور، حضرتك بتعمل كتير ورش عمل توعية الخاصة بحقوق النشر الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى، فيك تخبرنا أكثر شوي عن هول الورش وعن مواضيع الورش؟ نعم، هودي الورش عم بينتقلوا من منطقة لمنطقة، عم بتكون أول شيء هدفها أنه التوعية، نعم خصوصا على شيء اسمه حقوق النشر الرقمية. في كتير أشخاص ما عندهم هذه المعلومات عن هذا الموضوع، يلي هو كتير أشخاص مفكرينه شيء سهل، مع أنه 99% من الأشخاص عندهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ما في حدا ما عنده. وكل الأشخاص عم بيوقعوا بمشاكل أنه يقدروا ينزلوا فيديو، ينزلوا غنية، ينزلوا صورة، فجأة بيلاقوا أنه الأكاونت صار فيه حظر، صار فيه مشاكل، انحذف المحتوى. كل هول الأمور أنا عم بعملهم مثل ورشة عمل تقدر واعي كل الأشخاص أنه شو لازم ينزلوا وشو لازم ما ينزلوا. يعني بالنهاية يعني استعملوا شيء عنده حقوق الملكية، يعني أنه هول الأشخاص يمكن لها كمان هيك ما فينا نحن نستعملهم. 100%. كتير صار في شركات سوشيال ميديا، يعني وين ما عم بروح عم بلاقي الناس بتقلي فتحت شركة سوشيال ميديا. طب بيجي بسألهم أنا عندكم مشاكل معينة بالميوزك بالفيديو؟ ايه كتير عنا، كتير عم بيتمحى فيديوهات، شو بدنا نعمل؟ يعني حتى الناس اللي عم بيشتغلوا بهذا الشغل مش عارفين هن شو عم بيشتغلوا. نعم. هذا هو اللي أنا عم جرب قد ما فيي بهالورش العمل اللي عم تكون مجانية أكيد بدعم سبونسرز عم بيكونوا معنا، ومواقع إلكترونية كمان إعلامية عم بيكون معنا أكثر من 6 مواقع لهلأ، وإن شاء الله يزيدوا، تنقدر نوصل لكل الناس أنه هالورشة العمل عم نعملها كتير مهمة. هلا شربي، اللي حكيت مثلا عن الموسيقى، بس يعني مثل ما كلنا بنعرف انه السوشيال ميديا لا فينا نتحكم فيه ولا فينا نضبطه، وكثير اشخاص هيك يعني اذا فينا نقول يعني بتطلع صرختهم انه مثلا انا اللي كتبته، انه بيقولوا مثلا اخذين المضمون ومحيين اسمه للشخص اللي كاتبه، انه هيدي كمان مشكله، يعني انه مثل ما الموسيقى عندها حق ملكيه كمان الكتابه عندها حق ملكيه. نعم، هون لازم نفرق. الكتابة بتوقع بمطرح تاني، يعني قادرة تسجلي كل شيء بتكتبيه بس قبل النشر. يعني كتير عم بيصير في مشكلة انه نحنا مننزل ونرجع منلاقي اللي نزلناه منشور غير محل بغير اسم، لازم هو يتسجل قبل. بس التسجيل كيف قصدك يتسجل؟ يعني يتسجل وين بده يتسجل؟ بيتسجل بالشيء اللي نحنا اليوم عم نحكيه اللي هو حقوق النشر الرقمية. يعني بدنا هون هلأ بعد شوي رح نحكي الفرق بين الكوبي رايت والديجيتال رايتس، لازم يتسجل قبل النشر.
لازم نحكي، لازم نحن اول شيء نسجل على الارض، نرجع نسجل اذا بقول مثل ما بقولوا بالسما يعني الكلاود يعني على الانترنت. لازم نحكي شيء عملي اكثر، اذا مثلا هلا اشخاص عم يسمعونا، شو هو اللي نسجل على الارض ونسجل بالكلاود؟ اوكي، الفرق بين الكوبي رايت والديجيتال رايتس يعني الحقوق الملكيه الفكريه او حقوق الطبع والنشر، وبين حقوق النشر الرقميه. هلا اذا فتنا على جوجل ما راح نلاقي شيء خاصه بحقوق النشر الرقميه. ليه؟ لانه هن اصلا تابعين لبعض. نعم. بس بنقدر نحن نسجل رقميا من دون ما نسجل على الوراق اذا بدك. يعني اذا انا عندي كتاب بقدر انا اسجله بويب سايت copyright.gov مثلا، بقدر انا اسجله، بس اكيد بدي ادفع مصاري سنويا للتجديد. هون عم بسجله رقميا. لما الكتاب بدي اسجله على الارض بدي يصير اطبعه وانشره تقدر هون اثبت انه هذا لإلي، هذا مثل هذا شيء بس بالكتابه عم نحكي. نعم. بينما بالاغاني كثير مثلا بيحكوني موزعين بالموسيقى بيقولوا لي انه انا نزلت موسيقى انا عملها، نزلتها على يوتيوب، فجاه اجاني انه هذه عليها حقوق ملكيه. طب كيف ما انا عملتها؟ بسالوا انا سجلتها؟ قال لي لا، كيف يعني سجلتها؟ شو اللي صار؟ نزلها هو يوتيوب، اجا شخص هاكر اخذها سجلها هو رقميا انه هي باسمه، ورجع طالبوا بالحقوق الطبع والنشر. يعني صار الشخص اللي عملها بطلت له. هون شو هي البروسيجر مثلا تا يسجلها؟ شو هي البروسيجر يلي بده يتبعها؟ يعني وين بيفوت؟ وين بيسجل؟ يعني في مطرح معين، اسم معين اللي بيفوت عليه اللي بيسجل؟ اكيد رقميا في هلا ويب سايتين اكتشفني هون، copyright.gov وتيون كور. هودي ويب سايتين هن بتسجلي عندهم، هن بيلحقوا لك الغنيه على كافه المواقع التواصل. نعم. يعني مين بنزلها بيرجع بمحوا له اياها وبطلبوا لك بالمصاري. اوكي، بس هو نحن مين ما بيكون دفع أكيد سجل. اكيد يعني بتبلش المصاري بين ال 15 دولار تتوصل لل 40 دولار، عم نحكي غنيه سنويا. في تجديد هلا بتوصل لمطرح مثلا 10 سنين خلص ما بقى له عازي واحد يطالب فيها لانه بيكون قطع وقت. بس هو مين ما معه هاي الغنية هاي الموسيقى قادر هو يسجلها لأنها موسيقى. نعم. لو غنية هي محمية بصوت المطرب، الغنية محمية بصوت المطرب، ساعتها بيقدر هو المطرب هو يرفع الدعوة. بينما الموسيقى بيقدر حيالله واحد يفوت يشوف هاي الموسيقى إذا ما عليها كوبي رايت بيخدها لإله وبسجلها باسمه بمحله إياها للي عملها، وما بقى بيقدر يعمل شيء. هذه هي الغلطة، فلازم دائما نحن نسجل قبل ما ننشر. وشربي اللي بيقولوا يعني تنشوف اذا صحيح، كمان مثلا نعتبر الفيديو مدته دقيقتين، اذا استعملنا مثلا اول 15 ثانية منه هيدا الشيء كمان يعني بخلينا مثلا يختفي من عنا، او فينا نستعمل، انا بعرف يمكن في توقيت وقت معين فينا نستعمل مثلا شيء من الفيديو، او مش مزبوط هو بين التسعة والعشر ثواني فينا نستعمل، بس منا شيء ثابت. اذا بنستعمل موسيقى لازم دائما نحط فويس اوفر فوق منه، ما فينا نستعمل الموسيقى هيك انه انا جبت موسيقى حطيتها، انه انا حطيتها بداعي انه شيء خيري انا حاطه هيك تقدر اعمل هالفيديو توصله. لا، رقميا ما بيعرف هيك، بيعرف انه انت عم بتنزل الغنيه وعم تستفيد منها تجاريا، مفروض انت تدفع. خصوصا اللي بيغنوا كفرز، بيروح مثلا شخص بتعجبه غنية لمطرب بيروح بسجلها. نعم. بفكر انه انا اذا نشرتها وكتبت تحت انه هاي الغنية لهذا المطرب انه خلص المطرب رح يغض النظر، او انه عادي شغلة عادية. لا، مفروض ياخد اذن. حتى لو اخد اذن رقميا في عليه حقوق. يعني بده يجي عليه انه يقولوا له انه هذه الغنيه لهذا المطرب، مش مفروض انت تنشرها. نعم. فلازم يرجع دائما لجمعيه المؤلفين بلبنان ياخذ اول شيء الحقوق تيقدر يطلعها رقميا من دون مشاكل او يمحوا له اياها ويكون تكلف فيها على الفاضي.
في شاربي هول الفيديوز اللي كلنا بنستعملهم، بنفوت مثلا نركب صور ونعمل فيديوز وبيكونوا هن حاطين لستة اغاني فينا نستعملها. مرات كتير مثلا بعد فتره بنشوف انه اختفت الغنيه، بيجي نوتيفيكيشن انه هيدي الغنيه يمكن ما بقى فينا نستعملها، او انه بمجرد اصلا هن حاطينهم نحن فينا نستعملهم، وليش في منهم بعد فتره بتنشال الغنيه؟ هودي مثل هي لايبراري بيعطوك اياها يوتيوب صحيح. او فيسبوك انه تستعمليهم، بس منن مزبوطين 100% انه يضلوا على طول سيف. لازم نحن نعتمد، انا اللي عم بعلمه بالورش العمل، لازم دائما نشتغل بالطريقه الصح حتى بالمستقبل اذا رجع نعمل قانون على هيدي الموسيقى تما ترجع تطير من عنا. يعني الشغل اللي انا عم بعلمه هو كيف نقدر نشتغل بهذه الطريقه لما تطير الغنية، لو حتى تغير القانون، لأنه قوانين الحقوق النشر الرقمية غير مكتوبة وغير موجودة. يعني نحن لما نفتح الفيسبوك واليوتيوب نمضي على قوانين، وأيام كتير بتتغير القوانين، فجأة بتفتح الابليكيشن بتلاقي أنه في قوانين تغيرت مجبورة تمضي عليها، وإلا ما بخليك بقى تستعمليه. بتصير مع الكل مجبورين، خلص وصلنا بمطرح أنه مجبور نحن نمضي عليها. هودي بيعني أنه نحن فينا نغير القانون اللي بدنا إياه من دون ما نرجع لكم، بدكم تمشوا صح. هذه هي الفكره من حقوق النشر، انه منهم مكتوبين. يعني مثلا كل المطربين عندهم قوانين للاغاني بس مش مكتوبين. اي مطرب مثلا عنده هاي الغنيه لإله عمل لها حقوق او مش حقوق، بدنا ننزلها وساعتها نشوف. بس مش يعني اذا نزلناها وقطعت اليوم رح تقطع بكره، يمكن بكره اجى عليها القانون، عمل لها القانون وبعدين ما في شيء ثابت. يعني مع ما في ثابت حقوق مخفيه unknown laws. ما طب شربي انت برايك مثلا لنعتبر مثلا بيجز كثير وصارت كثير هلا كمان بيجي عليهم ريبورتس كثير وبتتسكر، هل فيسبوك برايك مثلا قبل ما يسكر يعني تصير البيج ان ببلش هل بفوت بشيك، ولا خلص بيعتمد يعني على الريبورتس اللي وصلوا؟ هلا كثير عم بسمعها هذه قصه الريبورتس، انه اجت على صفحة كتير ريبورتس وتسكرت. ما هو اذا ما في شيء غلط ما رح يسكرها، والا انتم مش واثقين بالمنصة. يعني اذا نحن على هالمنصة واجا عليها كتير ريبورتس، يعني اكيد في شيء غلط معمول، لانه الريبورتس هو شو يعني؟ هو تيشيك الموظف على المحتوى. نعم. هو في الاي اي قديم منه جديد، بشيك تلقائيا اذا حدا طالع لايف، اذا حدا مثلا حكي شيء، خصوصا بالتيك توك مثلا. الريبورت هو تيخلي توصل للاداره ويرجعوا يشيكوا. لما يشوفوا الاداره انه في شيء غلط رح توقفوا. مجرد ما نحن نحط كلمه ريبورت بيطلع لنا القوانين اللي ممنوع نحن نستخدمها بالمحتوى. هاي مش عم نحكي عن المخفيه، هودي القوانين الموجوده. يعني ممنوع نحكي بامور هن حاطينها، يعني هاي الليسته وهن موجودين، فاكيد شخص تخطى القانون ووقفوا له. يعني ما بعرف، هيك نحكي شوي على الارض اكثر، في كذا صفحه مسيحيه بينشروا المحبه السلام، يعني ما بعتقد ابدا تخطوا شيء. يعني للاسف عم نشوف صفحات عم تبدع بالاذى والشر، وغير ما نحكي يعني عن الجنس وعن كل شيء. يعني ايه اجاهم مهاجمه كثير وتسكروا، يعني هلا رجعوا عرفت انفتحوا. يعني صار هيدا الشيء صارت بفتره مع كثار اشخاص. يمكن كمان في هجوم مثلا، ما بعرف، هجوم وراء نوايا شر، انا لانه يعني صارت على الارض هلا من فتره، يعني لهيك سالتك يعني، بس مش المضمون. وفت شيكتهم للصفحات لك كلها صفحات عرفت مبنية هيك سلام محبة، ما فيها شيء، يعني تريتيل انه ما فيها شيء، وتريتيل مش انه اخدينا، هن ككورال عم بيرتل. وحتى كمان بحب احكي شغلة عن تريتيل كلهم 99% كلهم عليهم حقوق. كل المرنمين عاملين عليهم حقوق تيقدروا الناس يسمعوا على البلاتفورمز انغامي وغيره، فتيقدروا يدعموا هالمرنمين. فكتير بيقولوا لي انه ما هي ترتيلي نزلتها، لا الترتيل عليها حقوق مثل الغنيه، تيقدر يستفيد المرنم ويضل ينزل ترتيل. هلا من ناحيه هذا الموضوع اكيد في هجوم سبراني، يعني هذه هو امور نحن ما فينا نعمل لها شيء. يعني ايام بتتسكر صفحه هذه
ما في حدا يقدر يعمل لها شيء. اكيد هني شافوا امور وقدروا بلغوا عليها او هجموه. شربل رح نحكي هلا اخر شيء عن المحتوى الامن يلي فينا ننشره ان كان بالموسيقى بالفيديو وبالصور. بتخبرنا شو هو هالمحتوى الامن تنضل هيك بمساحه امنه؟ اهم شيء كل شيء بدنا ننزله بده يكون لنا. يعني دائما اليوتيوب فيسبوك بفرجونا فيديوهات انه ما فيك تروح مثلا على صاله السينما تصور فيديو وتنزله، ممنوع. أكيد. ايام كتير بيكون شخص فاتح لايف مع اهله، حدا بحط غنيه بقول له انت عم بتسرب الغنيه في عليها حقوق. هودي الامور هو انا عم بحسهم شوي مبالغ فيهم من المنصات، يعني كتير عم بيزيدوها، خصوصا انه اذا طالع لايف. يعني انا شو قادر مثلا اذا غنيه اصلا طالعه صوتها مش منيح وبرضه عم بحطها انا، ما فينا نتحكم بكل شيء عم بيصير حوالينا. ما هو يعني حتى ايام كتير اذا حدا غنى لمطرب او غنى لحدا بيجي عليه حقوق، هذه اجباري وحتى باليوتيوب يعني. فكل شيء لازم نحن ننزله ننشره بده يكون لنا، او بدنا نشتغل بطريقه اللي انا عم بعلمها انه كيف نقدر نضبط من الامور اللي خاصه بالحقوق النشر الرقمي، ان كان اغاني ان كان فيديوز. يعني مثلا المسلسلات كثير ايام التليجرام بتفوت بتحضر مسلسل مسرب، بس لا قديش وقت بيوصل وقت بده ينحذف، بده يتبلغ عنه بده ينحذف. حتى الويبسايتات في كتير ايام انه ويب سايت هو اكتر شيء امن، ما في شيء امن. كل شيء بده يتبلغ عنه بيتوقف عن محركات البحث تبع الجوجل، يعني اول شيء بيلغوه هنيك، اسرع شيء ممكن يوقف هنيك، ما بقى بنقدر نلاقيه ان كان ويب سايت يعني. فلازم دائما نعرف انه نحن عندهم مش هن عنا، يعني وقت نفتح نحن فيسبوك ويوتيوب نحن عم نحط عندهم. ايام كثير بنطلع بنهاجمهم، اوكي اشخاص يعني بيهاجمون بقول لك انه ليش تسكر، او مثلا وقف الاكونت عندي فوت اعمل لي كومنتس. هو كلهم اختراعات، ما في شيء يعني ما في شيء رح يفتحوا غير انه تنطر ليرجع يفتحوا الاكونت. ما هي كمان كثير بتبين، مثلا بنشوف ناس انه عملوا كثير اكونت وشير لان عم بيسكروا لي حسابي. يعني هيدي كمان مش منا طريقه يعني نافعه انه تضل صفحتك. مش نافعه. اول شيء بيجي 24 ساعة بتوقف، بعدين 24، بعدين بصير يومين، بعدين 7 أيام، 14 يوم. هذا هو الوقت، يعني عم بيعطيك وقت لحتى انت تنتبهي شو عم تنزلي، خصوصا القصص القديمة. يعني كتير أيام بيوصل نوتيفيكيشنز لقصص قديمة نازلة لايف وكذا، في ناس بتغض النظر عنهم. هني عم بيقولوا لكم شيلون، يعني شيلوا هودي القصص لحتى ما تخسر أكاونتكم. وإذا شيلوا بالعكس الاكونت بصير محمي. لازم كل شيء يوصلنا ما نغض النظر عنه، اذا اجينا هيدا يا نمحيه يا ما نحط اكسبت. هو اذا حطينا اكسبت أكيد. اذا حطينا اكسبت يعني نحن وافقنا على الشروط. يعني شو يعني؟ يعني مره ثانيه اذا بره حطينا اكسبت عن جديد رح يعرف انه نحن عم نخالف. لا، نفضل نمحيه من دون ما نحط اكسبت للحقوق اللي تفوت عليه. اهم شيء الواحد يعني نقرا، وخاصة تكون مثل ما عم تقول accept او هيدا deny، انه تنعرف على شو عم نوافق، اذا شيء يعني كمان لمصلحتنا او لا. 100%. المخرج والمدرب شربل الغاوي، انا بدي اشكرك وبدي اشكر كمان هيك على كل هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها، واكيد المشاهدين اكيد استفادوا منها كمان. ونحن مشاهدينا وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، ودائما ما تنسوا تتابعونا على الفيسبوك على اليوتيوب وعلى مريم تشانل، وأنا بشوفكم جمعة الجين. الله يرضى.